يوم أسود للديمقراطية في إسرائيل. هكذا وصفت كبريات الصحف الإسرائيلية الأمر، متشحة بالسواد غداة إقرار أول قانون ضمن باقة قوانين من شأنها إضعاف القضاء. نقابة الأطباء في إسرائيل بدأت إضرابا في المنظومة الصحية، فيما أعلن 1000 طبيب عن نيتهم مغادرة البلاد، وصارع جنود الاحتياط الذين كانوا هددوا بالعصيان لتنفيذ تهديدهم. لكن وزير الدفاع الأسبق بني جانتس لخص الصورة القاتمة: مدينات إسرائيل مفسدة، حارقو الحقول ومسمم الآبار انتصروا، دولة إسرائيل خسرت. المسؤول المباشر هو رئيس الحكومة الذي فضل مصالح بن غفير السياسية ونزوات ياريف لافين على سمعة إسرائيل أمام العالم وعلى أمن إسرائيل وديمقراطيتها. في هذه اللحظة كل شيء يبدو أسود، لكن الصحوة الشعبية تبقى هي الأمل. هذه الاحتجاجات غير المسبوقة في تاريخ إسرائيل، تعترف حتى الحكومة بنجاحها في لجم تحركاتها، وأنه لولا هذه الاحتجاجات لكانت الحكومة قد سنت كل قوانين إضعاف القضاء وذهبت إلى حد أبعد بكثير من مجرد سن قانون واحد هو الأقل أهمية من بينها. هذا الصراع وهذه الاحتجاجات حققت إنجازات لا يمكن تجاهلها. في البداية كان هناك حديث عن أغلبية للحكومة في لجنة تعيين القضاء وغيرها من القوانين، والآن لا أحد يتحدث عن ذلك بجدية. لكن المعارضة ترفض كل دعوات الحوار وتقول إن مثل هذه الأصوات المعتدلة داخل الليكود لا تأثير فعلي لها، وأن رئيس الوزراء بات أسيرا لدى بن غفير، وعليه فالخيار الوحيد الاستمرار في الاحتجاجات بل وتصعيدها. غدا تسني أول قانون لإضعاف القضاء تنعى الصحافة الإسرائيلية الديمقراطية، ويضرب الأطباء ويبدأ الجنود عصيانا عسكريا، وتجد إسرائيل نفسها في مرمى انتقادات دولية حتى من حلفائها في لندن وواشنطن، فيما يؤكد قادة المعارضة ألا مجال لليأس ويتوعدون بمزيد من التصعيد. نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس.